ولهذا شرع المولى سبحانه وتعالى أياما للمسلمين ليغتنموا فيها من الخيرات ولينالوا فيها من البركات. من تلك المواسم هذا الموسم العظيم، موسم شهر رمضان المعظم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين. رأيته في الأيام التي خلت من رمضان كل الوعاظ وكل الخطباء يتكلمون عن رمضان، ورأيت كذلك إقبال المسلمين على الصلاة في المساجد. ثم نظرت إلى حال ما قبل رمضان فرأيت كذلك أن كثيرا من المسلمين يتهاونون في أمر الصلاة، فقلت في نفسي لعلي أقف اليوم وقفة قصيرة مع الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ إخوة الإسلام، إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة من العبادات الأخرى، فهي عمود هذا الدين، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي أول ما فرض الله عز وجل من العبادات. فرضها في السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بغير واسطة، فكانت 50، فما زال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه التخفيف حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد نجح وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي هو في فراش الموت ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة، فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح سبحانه وتعالى الذين يحافظون على الصلاة ووعدهم بالفردوس، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون. الآيات إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكما أنه سبحانه وتعالى وعد ومدح الذين هم على صلواتهم يحافظون، فقد ذم وتوعد الذين هم يضيعون الصلاة، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أنه رخص فيها ما لم يرخص في غيرها من العبادات. أمر الله عز وجل بالصلاة في الحضر والسفر والخوف والأمن وفي جميع الحالات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وشرع الله عز وجل التيمم للذي لا يستطيع أن يستعمل الماء،
أو لمن فقد الماء، قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وشرع الله عز وجل للذي هو في حالة مرض أو لا يستطيع القيام أن يصلي قاعدة، والذي لا يستطيع أن يقعد أن يصلي على جنب، كما جاء ذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كانت به بواسير، كان مريضا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الرخص إخوة الإسلام كلها فيها بيان منزلة الصلاة في هذا الدين، فيها بيان أن المسلم لا ينبغي له على أي حال أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها أو يعتذر بغير ذلك من الأعذار الواهية التي لم يجعل لها ديننا، لم يجعل لها شرعنا أدنى ميزان. فلهذا نقول للمسلمين إخوتنا وأخواتنا: إذا أصابكم مرض، إذا حل بكم شيء، فلا بد أن تحافظ على الصلاة وأنت في الحالة التي أنت فيها، لأن كثيرا من المسلمين إذا مرضوا أو أصابهم شيء أو إلى آخره يعتذرون عن عدم إقامة الصلاة بأعذار لم يقم لها شرع الحديث ميزان. ثم أيها المسلمون، لماذا شرع الله هذه الصلاة؟ لماذا أمر الله عز وجل بهذه الصلاة؟ قال تعالى في محكم التنزيل مبينا سبب أو أسباب مشروعية الصلاة، وذلك من خلال الفوائد التي تترتب عليها. قال تعالى سبحانه في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الصلاة تنظف الإنسان من الصفات القبيحة، من الأخلاق الدنيئة. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الذي يحافظ على الصلاة لا يجزع ولا يخف، لأنه عنده شيء يعض عليه. ثم هذه الصلاة أيها المسلم فيها مناجاة لرب العالمين. أي شرف لك أيها المسلم أن تقف أمام الله عز وجل تناجيه ويناجيك، كما جاء في حديث القدسي أن العبد إذا وقف يصلي وقرأ الفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمد لعبده، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجد لعبده الحديث. ففي الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل. أي شرف لك وأي فخر لك أخا الإسلام أن تقف بين يديه الكبير المتعال، تسأله فيجيبك، تدعوه فيعطيك سبحانه وتعالى. فحافظ على هذه الصلاة فإن فيها نجاتك في الدنيا والآخرة. بس برودرز أند سيسترز، ik heb bewust gekozen vandaag om te praten over het gebed, omdat ik de afgelopen dagen zag dat iedereen praat over het vasten. Ik zag dat heel veel mensen naar de moskee komen om taweeh gebeden te verrichten. En een paar dagen voor de Ramadan waren de meeste moskeeën leeg. En is de vraag: wat komen de mensen eigenlijk per se in de Ramadan naar de moskee? En waar zijn ze voor de Ramadan? En daarom heb ik dan gekozen om te praten over het gebed. Beste broeders en zusters, het gebed heeft een hoge positie in de islam. Het gebed is de pilaar van het geloof, zoals onze profeet Slaafsen dat heeft verteld. Het gebed is opgelegd in de hemel. En het was 50 gebeden en onze profeet Slaafsen heeft Allah gevraagd om het te verminderen totdat het
vijf gebeden is geworden. We bidden vandaag vijf gebeden per dag, want we kregen de beloning van 50 gebeden. Het gebed, beste broeders en zusters, het eerste waarnaar je wordt gevraagd op de laatste dag. Het eerste waar Allah subhanahu wa ta'ala naar gaat vragen op de laatste dag is het gebed. Als het gebed goed is, dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala verder kijken naar de andere zaken. Als het niet goed is, dan wordt er niet gekeken naar de andere zaken. Het gebed is het laatste waarmee onze boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ons heeft vermaakt. Op zijn sterfbed ging hij roepen sallallahu alayhi wa sallam as-salaat. As-salaat, terwijl hij op zijn sterfbed was. En dat getuigt en dat bewijst dat het gebed een belangrijke positie heeft in de islam. Het gebed heeft extra aandacht gekregen in ons geloof. Door het feit dat wij het gebed nooit moeten nalaten. Het zij we op reis zijn of verbleven. Het zij we ziek zijn of gezond. In alle gevallen moet je het gebed verrichten. Ook in het geval van ziekte. Sommige mensen, als ze liggen op het ziekenhuis of ergens anders, dan laten ze het gebed. Dat is fout. In alle gevallen, in alle omstandigheden, hoor je het gebed te verrichten. Als je ziek bent, is het voor jou toegestaan om theeboom te gebruiken. In het geval dat je niet in staat bent om water te gebruiken. Als je niet in staat bent om water te gebruiken, is het voor jou toegestaan om dus theeboom te gebruiken. Als je niet in staat bent om staan te bidden, dan is het voor jou toegestaan om liggen te bidden of zitten te bidden. Dat allemaal getuigt hoe belangrijk het gebed is. En wij zeggen tegen onze broeders en zusters, wij moeten leren hoe wij het gebed op de beste manier moeten verrichten. En we moeten ook deze rogas, deze toestemmingen die wij hebben gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala leren. Zodat we straks niet gaan zeggen, ik heb een reden waarom ik het gebed niet kan verrichten. En dan is de vraag, waarom is het gebed opgelegd eigenlijk? Is het opgelegd om het ons onder druk te zetten? Om ons leven benauwd te maken, dat is niet zo. Het gebed, beste broeders en zusters, is iets wat goed voor ons is. Het gebed vermaakt ons, leidt ons tot het afstand nemen van zedeloosheden, fahsha. Het verwerpelijker de munkar. Ook het gebed is iets wat jou een houvast geeft als moslim. Iemand die vasthoudt aan het gebed, die het gebed op tijd verricht, die zal nooit in een situatie van vrees verkeren of bang of iets anders, want hij weet dat hij zijn gebed op tijd verricht en dat hij niks hoeft te vrezen. Het gebed is iets wat je nodig hebt in je leven, in je dagelijkse leven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt van sta'inu bis sabri wa salawat, in het wereldleven als het gaat om de zaken van het leven. Het gebed, beste broeders, er is een band tussen jou en Allah. Zodra je in het gebed komt, dan ben je in contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Allah blijft naar je kijken tijdens het gebed, zodat je naar de andere kant gaat kijken. Je bent voortdurend in contact met Allah tijdens je gebed. En dat is een eer, dat is jouw trots, beste broeder en zuster, dat je in contact komt met Allah subhanahu wa ta'ala tijdens het gebed. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما جاء فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصلاة عمادا للدين ونجاة للعاملين وطهرة للمؤمنين انتفع بها عباد الله الصالحين. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، على الذي كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن حل حبهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله عز وجل فرض علينا فرائض وأمرنا أن لا نضيعها، وحد لنا حدودا وأمرنا أن لا نتعداها. فرض علينا الصلوات لنصل بها إلى أعلى الغايات، إلى أسمى الدرجات سبحانه وتعالى. فرض علينا هذه الفرائض لنكتسب منها لتعلو درجتنا عند الله عز وجل.
ولهذا وجب علينا إخوة الإسلام أن نؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وأن نكملها بمستحباتها. إخوة الإسلام والإيمان، إن كثيرا من المسلمين يتهاونون في الصلاة، وهذا هو بيت القصيد. يتهاونون في أدائها في وقتها، يتهاونون في خشوعها، يتهاونون في أدائها في الجماعة. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال العلماء: كتابا مؤقتا، لها وقت محدود. وكما أنه لا يحل للمسلم أن يقدم منها جزءا قبل الوقت، فلا يحل له أن يؤخر جزءا منها بعد الوقت. كثير من الناس يصليها بعد الوقت ولا يستطيع أن يصليها قبل الوقت. والسؤال: ما الفرق ما بين أن تصلي الصلاة بعد الوقت وقبل الوقت؟ هذا السؤال الجواب فيه ظاهر معلوم، لا فرق. إخوة الإسلام، ربنا عز وجل شرع لنا الصلوات في أوقات معلومة، في أوقات محدودة. وكثير منا يجلس إلى آخر اليوم ويقوم ويصلي الصلوات الظهر، العصر، المغرب، والعشاء في بعض الأحيان. هل هذا صلى في الوقت؟ لم يصلي في الوقت. هل هذا تدبر قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لم يتدبر قول الله تبارك وتعالى. واسمعوا إخوة الإسلام، اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله، وفي رواية: كأنما وتر أهله وماله. لكي تفوت صلاة العصر، تدبر صلاة العصر، كأنما فقد أهله وماله. رجل غني له أسرة، له أولاد، له في يوم فقد هذه الأشياء، كيف تجده؟ مشاو له فلوسه، مشاو له أولاده، تحقق له داره، كيف يكون حاله؟ لا شك أنه سيكون حزينا، لا شك أنه سيمرض، سيتعب، إلى آخره، ولا شك أن الناس يواسوه ويذهبون إليه ويعزوه وكذا إلى آخره. النبي يقول: الذي تفوته صلاة العصر، لكي تفوت صلاة العصر ما يستطيع هذا الوقت، كأنما وتر أهله وماله. أي خسارة في إخوة الإسلام أكبر من هذه الخسارة؟ أن تفقد أهلك، تفقد أهلك ومالك. تأمل أخي الإسلام، هذه الصلوات لها أوقات معلومة. ما ليس من الممكن، ليس من المعقول، ليس من المشروع أن تأتي في آخر اليوم وقد غربت الشمس وتصلي صلاة العصر. كذلك من الأمور التي يتهاون فيها المسلمون الخشوع، والخشوع كما قال العلماء سكون القلب والجوارح. نحن إذا دخلنا الصلاة فيما نفكر؟ نفكر في الأوراق التي لا بد أن نؤديها، نتذكر المواعيد التي عندنا داخل الصلاة. قلبنا، ذهننا، فكرنا منشغل بأمور الدنيا، أنى نحن من هذا الخشوع. أما عن جوارحنا فتجد الرجل يعبث بلحيته وبملابسه وينظر إلى الساعة ويرفع رأسه أثناء الصلاة. ليس من المعقول إخوة الإسلام ونحن نقف بين الملك، بين الكبير، بين المتعال، ونعبث في صلاتنا وينشغل ذهننا وتتبعثر أفكارنا، ونخرج من الصلاة كما دخلنا فيها، بل أكثر من ذلك. إخوة الإسلام، لماذا هذه الصلاة ما أثرت علينا؟ لأننا ما استحضرنا فيها الخشوع المطلوب، ما تأملنا فيها، ما وقفنا مع الآيات، ما تدبرنا الأدعية التي نقولها في صلاتنا. ثم إذا نظرنا إلى صلاة الجماعة إخوة الإسلام، وهذا من العار، وهذا من العيب، وهذا من المنكر، أن نجد المسلمين يتهافتون على صلوات التراويح الثانية عشرة من الليل ويبقون إلى الواحدة ولا يصلون صلاة المغرب في المسجد.
أما التراويح فهي من المستحبات. كيف نقبل على صلاة التراويح ونضيع صلاة العصر في الجماعة؟ المساجد فارغة في صلاة المغرب وممتلئة في صلاة التراويح. لا بد أن نذكر أنفسنا وإخواننا أخوة الإسلام. لا بد من التذكير، أن نراجع أنفسنا، هل نحن نعبد الله أم نعبد رمضان؟ تجد الناس يأتون من كل حدب ومن كل مكان إلى المساجد، وهذا خير نفرح به، ولكن أين هؤلاء الناس في غير رمضان؟ أين هم في صلاة الجماعة؟ أين هم في أوقات السنة؟ هل رب رمضان هو غير رب الشهور الأخرى؟ إذا إخوة الإسلام، هذه تذكرة أردت أن أذكر بها نفسي أولا ثم إخواني. بس تبردش أجسس تفيدة هلفة من ديت البرين جوري بستيدة أبلي بمكرين زعبان أي هل نيت فرحت أفن تخبر أوفكت هل فرح منسن زي أخلوس أس الخار قومت فرحت أفن تخبر أوفكت. Je ziet dat ze de hele dag bezig zijn in het wereldleven. Aan het eind van de dag komen ze en willen ze het gebed achter elkaar gaan bidden. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala een vaste tijdstip heeft vastgesteld voor het gebed. En onze profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd in de hadith: degene die eigenlijk salat al-asr niet op tijd verricht, is te vergelijken met iemand die zijn gezin en zijn gezin heeft kwijtgeraakt. En ik wil jullie vragen om stil te staan bij deze twee punten. Iemand die heel erg rijk was en opeens heel arm is geworden. En iemand die bijvoorbeeld die kinderen had, die vrouwen had enzovoort, en opeens zijn ze er niet meer. Hoe zouden zij gaan voelen? Hoe zou zo iemand gaan verkeren? Wat is zijn toestand? Wat zou zijn toestand zijn? Ons profeet heeft duidelijk gemaakt, degene die salat al-asr niet op tijd verricht, is te vergelijken met iemand die zijn bezit, heel bezit, en zijn kinderen, zijn gezin kwijt heeft geraakt. Dat is een heel groot verlies. En dat is een voorbeeld. Want als het gaat om mensen die echt aan het eind van de dag alle gebeden achter elkaar bidden. Ook als het gaat om het gebed, dan is het belangrijk om te staan met een khushu', ook moed. Dat je zo khushu' is dat jouw hart bepaalde rust krijgt en bepaalde sakina krijgt tegen de zon. Maar ook jouw ledematen. Vaak, zodra iemand het gebed binnentreedt, dan ziet hij te denken of de afspraken die hij heeft, of de notas die hij moet betalen, of andere zaken die niks te maken hebben met het gebed. Ook zie dat hij bezig met zijn handen, of met zijn baard, of iets anders. En dat zijn allemaal zaken die eigenlijk in strijd zijn met de consul, wat eigenlijk aanwezig moet zijn in het gebed, want met de khushu' verander je. Met de khushu' zal jouw gebed jou vermanen om afstand te nemen van het verwerpelijke en de zijnloosheden. Ook is het belangrijk om te praten over salat al-jama'a, het gezamenlijk gebed. Heel veel mensen komen naar het tarawih gebed, maar met de maghrib zijn ze gewoon niet in de moskee. Tarawih is aanbevolen en de maghrib is verplicht. Het dhuhr is verplicht en de tarawih is aanbevolen. Het asr is verplicht en de tarawih is aanbevolen. Dat is toch tegenstrijdig dat je naar het gebed komt voor een tarawih en dat je tot 1 uur 's nacht blijft of half 1 dagelijks, maar dat je niet naar het gebed komt met de maghrib of met de asr of met het dhuhr of met de fajr. En de vraag is, zijn wij mensen die Ramadan aanbieden? Om zijn of zijn wij mensen die Allah subhanahu wa ta'ala aanbieden. Want de Heer van Ramadan is de Heer van de andere maanden. En daarom moeten wij stilstaan bij onszelf en onszelf afvragen. Wat zijn wij aan het doen? Voor wie doen we dat? Dus als je het voor Allah subhanahu wa ta'ala doet, dan doe je het niet alleen maar in de Ramadan, maar doe je het ook in de Ramadan. En dan zorg je ervoor dat je eerst het verplichte, wat verplicht is, te verrichten, dan de aanbevolen daden. Dat betekent niet dat ik jullie vraag om niet naar het tarawih gebed te komen. Nee, ik wil dat wij beginnen met de verplichte zaken en het tarawih is aanbevolen als wij het doen zoals het hoort en niet leidt aan God het vergeven van zonde. Maar als je achteloos omgaat met de verplichte gebeden, dan heeft eigenlijk het aanbevolen daad geen zin. En dat is niet mijn eigen woorden,
and for the best of goodness of justice. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعوا من الله. اللهم انفعنا بما نسمع بما نقول. اللهم ارزقنا إخلاص أقوالنا وأعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعلنا خير أعمالنا خواتمها. اللهم انفعنا بالصلاة والصيام. اللهم انفعنا بالقيام وتلاوة القرآن. اللهم يا رب اجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين وفي آخرة من الفائزين. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم اليوم.